السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على حاجة الحقيقة اتسألت فيها قبل كده كتير، وهي ايه الفرق الجوهري ما بين شاشات ال جي تمام وتكنولوجي بتاعت ال جي وشاشات السوني تمام. طيب يمكن احنا قبل كده اتكلمنا على مقارنة ما بين ال جي والسامسونج، وكان فيديو من الفيديوهات الحقيقة اللي حقق مشاهدات كويسة جدا تمام. فالنهاردة احنا بنتكلم على شاشات ال جي وشاشات السوني تمام. يمكن السوني متوافر في السوق المصري لكن مش بكثافة كبيرة جدا تمام. السوني اللي موجود في الوقت الحالي هو زي ما اتكلمنا سابقا، هو حاجة من اتنين، يا اما السوني بريفيا اللي هو بيجي من مصر وده يمكن قليل، وزي ما اتكلمنا قبل كده ازاي بنقدر نفرق بيه ان هو الضمان بتاعه دايما بيبقى لمدة سنة، والسوني التاني اللي هو بتصنعه شركة العربي وضمانه بيبقى سنتين، لكن زي ما اتكلمنا كده في فرق في الكواليتي. فالنهارده هنقارن ما بين السوني والال جي في التكنولوجي والاختلافات الجوهرية ما بينهم. خلينا نبدأ الفيديو ونشوف عدنان. خلينا نبدأ. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة للفرق الجوهري ما بين ال جي والسوني، فخلينا نتكلم بشكل مستفيض على الاثنين. بالنسبة لل جي تمام، المصنع بتاعه طبعا هو شركة ال جي الكورية تمام، وليها مصنع في مصر وقطع غيار متوفرة ودنيته تمام التمام. بيتميز ال جي بالسطوع المميز جدا تمام. ال جي عندها اكتر من نوع للشاشة، عندها الشاشات الالترا اتش دي تمام، اللي هي شاشات ال 4K العادية، وعندها الشاشات اللي هي النانو سيل تمام، واللي هي الشاشات ليد لكن بتتمتع بفلتر النانو سيل اللي بيديها عمق للالوان الغامقه، وبيبدا ان هو يصفي الالوان الضعيفه ويدي كواليفيكيشن كويس جدا للالوان تمام. طيب عندنا بعد كده ال كيو ان اي دي، وهو المصطلح العلمي بتاعها كوانتم نانو سيل ايميتينج دوتس تمام. هو شاشه نانو سيل ولكن عليها فلتر الكوانتم دوتس تمام، وطبعا الشركة شهيرة جدا بتستخدم الفلتر ده وهي شركة سامسونج تمام. فبالتالي بيدينا ألوان أكثر عمقا تمام، وسطوع بيفرق برضو كمان أكتر من الأجيال اللي كده ب 20% تمام. عندنا طبعا أجمد شاشات هي بتعملها شركة ال جي، وهي شاشات الأوليد تمام، اللي هي أورجانيك لايت ايميتنج ديودز، الشاشات اللي هي بتعتمد على خلايا معمولة من مادة عضوية وما بتعتمدش تماما على أي إضاءة خلفية تمام. دي النوعيات اللي بتقدمها شركة ال جي تمام. ويمكن ال جي بتتفوق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدم في الشاشة، وطبعا الماجيك ريموت اللي هو اجمد ريموت ممكن تشوفه للتلفزيون في حياتك تمام. وفي نفس الوقت شاشات ال جي ليها السيستم الخاص بيها، وهو الويب او اس اللي هو السيستم المعمول مخصوص لشاشات التلفزيون تمام. فده الجانب الخاص بال جي تمام. الناحية التانية سوني تمام. سوني هي في الأساس شركة يابانية، ولكن هنلاقي إن الجزء اللي ماسك الخطوط خاصة بالتلفزيون وهو الماليزي تمام. شركة سوني يمكن تكون من أفضل، وبتعتبر هي مع ال جي وسامسونج يعتبروا التوب 3 براند تمام للشاشات. هما أفضل 3 براندات بيقدموا شاشات تلفزيون، مفيش شركة بتقدم زيهم تمام. يمكن زي ما اتكلمنا سابقا ان سامسونج هي ملكة السطوع تمام، وعندها التلفزيون الدي كيو اوليد اللي هو افضل تلفزيون اوليد موجود في الوقت الحالي تمام. طيب سوني بتمتاز برضو بان هي عندها برضو بنش مارك مارك كبير جدا تمام. سوني عندها شاشات كيولاد تمام، بتستعين بيها من خلال سامسونج اللي هي بتصنع شاشات الكيولاد واللي هي بتوازي النانو سيل في ال جي تمام، وعندها كمان شاشات 4K عادية.
وعندها شاشات اللي هي الدي كيو اولد اللي هو بتستخدم نفس التكنولوجي بتاعه سامسونج اتكلمنا عليها سابقا. فان هي الميزه فيها ان هي لغت فكره اللون الابيض خالص، ان هي الكهرباء اللي بتخرج من الشاشه بتكون لون ازرق، وان هي درجه حراره الشاشه اقل من شاشات ال جي، وفي نفس الوقت بتبدأ تتفاعل مع السائل وتكون بقية الألوان الأحمر والأخضر عشان تعمل ال ار جي بي او الريد جرين بلو، وبتبدأ تستمد اللون الأبيض من خلال إضاءة الخلايا. تمام، فده أدى إلى سطوع عالي جدا وأدى إلى كواليفيكيشن للصورة رائع، وفي نفس الوقت درجة حرارة الشاشة أقل، لأن دي كانت المشكلة الرئيسية لشاشات الأولاد. تمام، طيب عندها الفئة طبعا المميزة جدا بتاعتها وهي الاكس ار. تمام، زي ما اتكلمنا سابقا السوني هي عندها حاجة من اتنين، يا اما السوني بريفيا الافضل طبعا اللي هو بيجي من بره، والسوني اللي بيتصنع في مصانع عربية، واحنا دايما كنا بنكومند اللي هو السوني البريفيا. بالنسبة لشركة سوني، هي كمان بتستخدم في بعض الشاشات بتاعتها البانل الخاصة بسامسونج اللي هي الـ VA أو الـ Vertical Alignment، وبعضها بتستخدم البانل الـ IPS اللي هي خاصة بشركة LG. تمام، اللي هي In-Plane Switching. الفرق زي ما اتكلمنا سابقا برضو ما بين الـ Two Panels أو اللوحتين اللي بتتبني بيهم الشاشة، وهي فرق زوايا الرؤية وسطوع الألوان، أن الـ IPS الألوان بتاعتها أفضل مشبعة أكتر، زوايا الرؤية أحسن. تمام، يمكن لون الاسود فيها افتح شويه من البانل الثانيه، ولكن الجي عوضت ده في الشاشات طبعا اللي هي النانو سيل وشاشات الكيو ان اي دي، عشان الفلتر سواء الكوانتم دومس او فلتر النانو سيل. وطبعا شاشات الولاد مش ما عندهاش مشكله في الجزئيه دي، لان هي اوريدي ما فيش اضاءه خلفيه خالص. تمام، بالنسبة للسوني زي ما اتكلمنا سابقا، هي بتستخدم طبعا سواء البانل دي او البانل دي مفيش مشكلة، وتعتبر من اقرب الشاشات اللي بتقدم كواليتي في الصورة من شاشات الال جي. تمام، يمكن دايما الناس بتسأل طب انا اشتري ايه، اشتري دي ولا اشتري دي؟ لو انت عايز تسألني، طبعا انا فان كبير جدا سواء للسوني او للال جي، وبرضه انا محترم السامسونج، سامسونج بشدة تمام جدا سامسونج، فهقول لك ان انا دايما شهادتي مجروحه في الجزئيه دي، بس انا دايما ميال اكتر للال جي. تمام، علشان التكنولوجي وعلشان الجزئيه دي. يمكن الشاشه السوني هي بتقدم شاشه سامسونج، عفوا شاشه اندرويد. تمام، فهي اندرويد تي في، هي مش سمارت تي في، واحنا اتكلمنا سابقا قبل كده ما بين الفرق ما بين السمارت تي في والاندرويد تي في. تمام، فهي سوني وتي سي ال وتوشيبا بيعتبروا من احسن 3 شركات بيقدموا الاندرويد تي في. تمام، ولكن الاندرويد تي في زي ما اتكلمنا سابقا العيب الرئيسي بتاعه ان هو بيستخدم برامج مناسبه لكل حاجه، فتوافق البرامج دي مع الشاشه بيبقى ضعيف. تمام، لكن السوفت وير سواء بتاع السامسونج او الال جي معمول مخصوص للشاشه، فبالتالي التوافق فيه 100%. دي الفروق الجوهرية ما بين الاتنين. نتمنى يكون الفيديو فيه استفادة للجميع، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير. شكرا جدا.